أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد. أوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني نجحت في كشف مخطط إرهابي ينفذه قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا، موضحا أن هذه الجماعة دأبت على إثارة العنف والترويج لتعطيل مصالح العباد.